السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شفنا الذكاء الاصطناعي دخل في الفوتوشوب، ونفس الكلام برضه دخل في برنامج الجيم، في برنامج او ادنس بتضاف للجيم بحيث ان هو يبقى في انك تكتب تكست، التكست دي تتحول لصورة تملى الجزء اللي انت عايزه. الاداة اسمها اوبن في نو باك اند، ده عبارة عن ايه؟ هتسطبها تمام، هسيب لكم الرابط بتاع الاداة اسفل الفيديو، وهي معمولة بالبايثون. وبعد كده هتيجي تقول له انا عايز اشغل الاداة، فيبدأ يقول لك اختار الموديل، اكتب بقى الحاجة اللي انت عايزها تتعمل الصورة، هو يحول التكست ده لصورة وفي نفس الوقت يحطها في المكان اللي انت عامله سيلكت فيه الصورة بتاعتك. ران انترفيس، وفي ثواني يبدأ يعمل لك الصورة اللي انت عايزها. تقدر تيجي هنا تقول له مثلا انا عايز في المكان الفاضي دوت، عايز احط مدرس، عايز احط لاعب كونغ فو، عايز احط اي صورة انت عايزها، ويبدأ ان هو يعملها لك بالشكل ده. فحتى البرامج المجانية الاوبن سورس اصبح داخل جواها دلوقتي الذكاء الاصطناعي. ودي برضو لو انت حابب ان انت بلجن اركتكتشر فروم جيمب وستيبل ديفيجن انجن اللي هو المسؤول عن تحويل التكست للصور، تعال نبص عليهم. هوت يعني برنامج جيمب اللي هو الاوبن سورس اصبح فيه ادوات كتيره موجوده خاصه بالذكاء الصناعي داخل البرنامج. وممكن طبعا تحمل الادوات ديت الكود نفسه سورس كود وتعدل عليه او تتعلم منه او تطور فيه زي ما انت عايز.